الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. موضوع كلش مهم، موضوع بأنه تخلي وارنيش بعد أن يعمل الماطور فترة طويلة، أكو شيء اسمه إيهام، يعني يوهمك بأنه هذا الشيء صار زين ويريح أعصابك، وهذا الشيء خطأ. الوارنيش يا أخوان، الوارنيش هي مادة تتخلى، مادة تكون لاصقة، تتخلى على الملفات. يعني هسه هذا ملف بلادي، هسه شوفه، إذا أجي إحنا طبعاً إذا نريد نقصه هذا هيش ملفات، إما بالكوسرة نقصه أو قلم قطع ومطرقة. لاحظ هذا صاير صخر 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 بمعنى الكلمة، بحيث ما أقدر أحرك أي ملف. طريقة الورنشة بالشركات هذا يتغمس بسائل الوارنيش، الغرض من عدة السائل، يعني مو قوامة صلب، حتى يدخل داخل المسامات، لأنه إذا ما دخل داخل المسامات وداخل المجاري هذه وخلف هاي المادة المايكة حتى يلتصق كل الأجزاء، ما تكون بها فائدة. بعد ما يتغمس بالوارنيش يروح يدخل وينه؟ بأفران، لأن هاي الصلابة مو جت من الوارنيش، لا، الوارنيش بعد هالفرن، الفرن الحراري يخليه يعطي صلابة كلش قوي، بحيث الثاني ما أقدر حتى أزحزح السين. الغرض من عدة، أول شيء حتى يلم الملفات، ما يكون سلك طالع خارج، يعطي قوة للفيض المغناطيسي، لأن إذا تعوفه هذا بلا وارنيش احتمال يصير باهتزاز بداخل الملفات. طبعا أكثر شيء يصير بالقدرات العالية. الشغلة الأخرى الشكل مالته الحلو، الشغلة الأخرى إذا يتحرك الملف أو ينضرب أو يعني الماطور يصير به حركة بالملفات واحتمال يسوي لك مشاكل. فيعني من خلوهم مو غشمة، يعني خلوه لغرض علمي دقيق. زين، الأخطاء ده تصير شنو؟ يجي واحد يعني حامل ملف قال لك إيه خلي له وارنيش، هذا المقابل راح يرتاح نفسيا، خليت له وارنيش وانتهى. يا أخوان، أنت تخلي وارنيش على السطح الخارجي، لكنه الملفات الداخلية هذا كل سلك موجود به عزل. يعني احنا هذا لو الملفات مثل السيامة العادية مالت الوايرات، خلينا نقول مثل هاي الواير مثلا، هذا الواير، هذا السيم مالته صحيح، هذا سيم نحاس بس ماكو عزل به، هذا لان كلية الريد ينقل الطاقة الكهربائية. يعني من اجي افرد سيم عن سيم يطخ واحد بالله، يعني اكو تماس بيناته من افرد سيم عن سيم. بينما هاي الملفات مالتنا لا، كل سلك من هذا هو معزول عن الثاني، والا هو شلون بده يحترق الماطور؟ تنهار العازلية، يعني خلينا نقول لود زايد، حماوة زايدة، خلل ميكانيكي، كهرباء، يعني اي شيء مؤثر خارجي، رطوبة المي زين، فشي يصير بيه؟ تتهالك العوازل واحد يم الاخ يتهالكا ويصير شورت، يعني احنا نسميه دمج. الدمج بالانجليزي يعني تحطيم، يعني يتحطم الملفات، فيصير عندك قصر، يقوم يسحب امبير عالي، يقوم الماطور ينتل غير الامبير العالي. اكو خطورة كلش مهمة، المشكلة ما حد منتبه لها، انا من خليت وارنيش انا اضمن العازل هذا المايك البيضة، تشوفوها هاي المايك البيضة، شلون اضمن بانه من الاسفل ماكو الها تماس ويا الجسم؟ احيانا ما يكون تماس 100% بس بالعمل مالته بالاستمراريه يصير نفاذيه، يعني خلينا نقول ثقب او فد شرخ بالعازل، ولهذا تقوم يعبر كهرباء حتى لا نوصل لهاي الخطوره. شوف يعني هم ناس مو غشمه، حتى ما نوصل لهاي الخطوره سووا لك اجهزه، واجهزه كلش غاليه، مثل هاي الجهاز، جهاز فحص العازليه الميجر، هذا جهاز يوصل سعره قسم من عدة 500,000، يعني نص مليون. هما مو غش ما يسوي لك هذا، هذا الجهاز يفحص لك انت اشياء ما مرئيه بالعين، يعني مو فقط بالسيريس، السيريس هذا مو قياس 100%، بس هذا يخافون على سلامه الناس، يقول لك انا خل افحص العازليه ما تنهارت لو لا. فاذا الجهاز هذا قاس لك العازليه منهاره وانا اجي اخليه على وارنيش، انت كانما دا تقول للشخص روح انت مشروع استشهاد، يعني انت راح تموت باي لحظة. فيا اخوان، نصيحة الناس اللي دا تطي
إيهام للناس. حتى هاي المراوح، هاي المراوح نفس الحالة. هذا إذا تحرك الملف، ما هو حسب ملزوم الملف، هذا ما بيش يشتغل. إذا تحرك الملف ومن فتحته وقعت من عدة قشور مات المايكة، نصيحة نصيحة لا تشتغلها أبد، حتى لو ما بيها توصيل جسم. يا أخوان مو أجي أني أخلي واريش عليها وأوهم المقابل وأخذ منه فلوس، يعني ليش نكذب على نفسنا؟ مع الأسف المشكلة دا تصير الناس دا تشتغل بالملفات، هم أصلا ما يعرفون اللف وفكرته والوارنيش وشون يشتغل الماطور والعازل مالته يعني حتى تصنيفات الماطور بكاتب لك الاي بي زين، كاتب لك هذا عازلته هل قد اي اف بي زين، فكل من ودرجة حرارته. يعني اكو هاي المايكل تعزل، اكو قياسات، اكو 19، اكو 25، واكو اكبر واكبر حسب جهد الماطور. فاني مو اجي اضرب القوانين كلها واوهم الزبون والله خليت لك وارنيش وصارت مضبوطه محترمه. هذا خداع يا اخوان، خداع. اي واحد يطلع لك في فيديو وما موجوده وراء اسلاك اللف، يعني ما شايفه تلف يلف ماطور، لا تاخذ بنصائح كهربائيه من عده. رجاء النصيحة الكهربائية أخذها من شخص يلف الماطور، يعرف شنو العازل، يعرف شنو الوارنيش وشنو المايكة وشنو العازلية مات الماطور. يعني مو هو يشتغل بشغلات ميكانيكية يبدل لك بشارة يبدل لك جبنة ويجي يدخل لك ويقول لك والله حط له وارنيش. يا أخوان والله العظيم يعني أنا أنقهر بصراحة من أشوف فيديوهات، لا تصدقون هاي الفيديوهات يا أخوان، ولا تعطي امل لنفسك ولا 1%. هذا معناته قنبله موقوته زين. فيا اخوان اي واحد يطلع لكم بهيج فيديو ردوه كان من يكون، لانه اكو حقيقه علميه. هاي مجموعه اسلاك من اجي اورنش الفوق زين، والداخل شلون زين، والعازل هذا ذا نهار، مو بالضروره ان يفحص بالسيريس، دير بالك اكو اجهزه تفحص هاي. فانت من شفت الملفات تحركت، من شفت الملف شويه مفطور عفوا العازل، من اشوف المايكه شويه سايحه منها او مشققه، لا تتقرب له بعد. هذا مو يلا خلي يمشي امورك يا اخوان. كهرباء، هاي كهرباء، الكهرباء تنتهي، الكهرباء تموت زين. لا تظلون تمشون ورا الناس اللي يخدعوكم. وعاشت ايدك يا باش مهندس، وتسلم يا باش مهندس، ترى ملينا من هذا الحكي. تحياتنا وشكرا جزيلا.